كشركة عندي قبل كده سبقت، يعني كل كام سنة كده دلوقتي بعمل عمل يبقى له زي شرق خلفية، زي حديث الصباح والمساء، زي حارة اليهود، كل كام سنة كده. وبداية من سجن النساء عملت الديكور الكبير قوي بتاع سجن النساء، ثم ديكور حارة اليهود، ثم ديكور بين السرايات. يعني بحاول اطور في شكل الصناعة من وجهة نظر انا لشركتي انا، وبالتالي الناس بتحاول تبقى زينا وتعمل زينا. فده انا بحب الشغلانة دي، مش بحب شركتي بس، انا بحب شغلانه الانتاج بتاعت، بحب صناعه السينما والدراما. وبناء عليه دي روايه طبعا اكيد كلكم قريتوها، وهي عارف انت واخده جائزه البوكر وترجمت لي بلاد كتير ولا لغات كتير. عمل مهم يقتضي مننا ان احنا نعمله بتأني ورويه، كلف كتير، خد وقت كبير، شبه حديث الصباح والمساء انا بعمله وانا عارف ان انا مش هجيب فلوسه، بل بالعكس هخسر فيه. بس جنب ان انا بخسر فيه انا اكيد مش مجنون، انا عارف انه هيضيف للشركه وللشغلانه قيمه، ودي حاجه مهمه جدا. مش كل حاجه الفلوس، ممكن اكسب من مسلسل نيلي او يسرى، بس انا طول العمر بعمل كده، سواء في مافيا وصعب صعب، وسواء يعني طول الوقت كشركه ممكن بقى بعمل حاجه انا حاببها لدرجه ان انا عارف ان انا مش هجيب فلوس بس بعملها. فانا شايف انه عمل مهم جدا. مش عايز بقى بالك اقول لكم من نقله للدراما زي حديث الصباح والمساء لغايه دلوقتي بتتفرجوا عليه دلوقتي اهو، والناس بتشوفه، رغم انه على فكره اول ما نزل ما نجحش، كان معاه الحاج متولي، والحاج متولي يعني جننه، مش قضى عليه. النور الشريف نفسه الله يرحمه قال انا كنت هسيب مسلسله واتفرج عليه كويس، بس في الاول وفي الاخر يبقى في الاخر ان ده حديث الصباح والمساء، وان ده بالظبط.